هذا المشروع طبعا أبعاد إن كانت سياسية أو استراتيجية أو اقتصادية، ومثل ما رأينا وجود تحالف يقاد بشركة إماراتية ما هو إلا داعي للفخر بأن تقود شركة إماراتية اليوم تحالف عالمي كهذا، والاهتمام اللي حضراه أثناء الفترة السابقة لهذا المشروع من جميع الشركات العالمية إن دل على شيء، فإنما يدل على أهمية هذا المشروع وعلى ضرورة وحتمية وجود مشروع عملاق مثل هذا في هذا الوقت في جمهورية مصر.